ولنقاش ملف سيطرة الميليشيات على المنافذ الحدودية ومنها البحرية والحديث عن الربط السككي وانعكاساته على ميناء الفاو، ينضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة الأردنية عمان الكاتب والباحث السياسي الدكتور هلال الدليمي. أهلا بكم دكتور. أهلا وسهلا عليكم. السلام ورحمة الله. دكتور، ما المطالب المتواصلة لإبعاد هيمنة الجهات الحزبية والميليشياوية عن الموانئ العراقية لا تزال تسيطر عليها، كيف يفسر إصرار هذه الجهات للسيطرة على المنافذ الحدودية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولقناة الرافدين والعاملين عليها ولمشاهدي قناة الرافدين. القضية السيطرة هذه الجهات على المنافذ الحدودية بشكل عام وميناء البصرة بشكل خاص هو عملية حقيقة متفق عليها ما بين كل الأطراف السياسية التي حكمت وإدارت ملف الفساد في العراق منذ 2003 ولحد الآن، وكل الوزارات والحكومات المتعاقبة تعرف هذه الحقيقة وهي التي أقرتها عمليا على في البصرة تحديدا. وكلنا يتذكر الجولات المالكي وتقسيم هذه المنافذ ما بين الحزاب السياسي المسيطرة في البصرة، وهذا الأمر تم إدراجه بعد انتشار الدولة العميقة لإيران من خلال الميليشيات المسلحة لهذه الأحزاب وهذه الجهات التي تسيطر على كل مقدرات الدولة. فهذا الأمر أصبح أمرا واقعا، وكل الذين ينادون بمحاربة هذا الأمر هم حقيقة أما يغيب أو يبعد عن مكانه أو يسرح من الخدمة أو يحارب ويبعد، لأنه آفة الفساد التي سيطرت على كل منافذ الاقتصاد العراقي أوصلت المواطن العراقي إلى أنه 40% من سكان العراق الذي هو تسلسل في العالم الموارد الأولية ودولة نفطية التاسعة عالميا، أن يكون 40% من سكانه يعيشون تحت مستوى حد الفقر. نعم. في هذا السياق، المعذرة على المقاطعة دكتور، كيف يفسر غياب الحكومة وصمتها عن كل الخسائر التي تتكبدها جراء إضرار هذه الجهات الحزبية والميليشياوية بالمرافق من موانئ ومنافذ حدودية وتخفيض حتى إيراداتها؟ هذه الحكومة هي ليست حكومة، يعني بالمعنى لا الاصطلاحي ولا القانوني ولا الشرعي. هؤلاء مجموعة من العصابات تولت أمر العراق، وهذا واضح جدا الآن، لا أريد أتهمهم أنا بما ليس فيهم، ولكن المواطن العراقي والعالم كله يعرف بأن هذه ليست حكومة. الحكومة خارجة عن هذا المصطلح عمليا على الأرض، لأنه هذه الوزارات أتت من خلال البيع والشراء المعروف أثمانها وإعلانها، في كل وزارة لها ثمن، وبالتالي عندما يشتري الوزير الفلاني الوزارة الفلانية بكذا مليون دولار لا تعتقد ولا يعتقد مواطن أنه هذا سوف يشتري هذا المنصب لخدمة العراق. هذا جانب. الجانب الآخر أن كل الذين يعملون في هذه المؤسسات الحزبية والمؤسسات والميليشيات هم ولاءهم خارج العراق، ولاءهم الفعلي خارج العراق، والأموال التي تكسبها تخدم جهات خارجية سواء كان بالمنفعة الشخصية أو بالمنفعة السياسية لدول أخرى، ولهذا هم متمددون. الحكومة هي نتاج لهذه الميليشيات وهذه الأحزاب، فبالتالي هي أسيرة لكل المخطط المرسوم بالاتفاق ما بين هذه الأحزاب، بالتالي لا يمكن لشيء اسمه حكومة تنتج من مجموعة الفساد المسيطرة على البلد أن تقوم بمحاربة الفساد، لأن الفاسد لا يحارب نفسه، وهذا واضح الآن، لأنه كل الذين أتوا نسمع منهم كلام جميل عن محاربة الفساد وإيقاف المعارض، ولكن لم يحاربوا فاسدا واحد، بل على العكس، عندما دانت لا يستطيعوا دفع الرواتب ذهبوا واستدانوا من اللصوص والحراميات وأصحاب البنوك الذين كانوا قبل 2003 لا يملكون حتى أبسط الأشياء، بل هم سراق. نعم. وقسم منهم مدانين في بلدان اللي كانوا فيها، والآن
يدفعون من الاموال السحت الحرام اللي سرقوها من دماء الشعب العراقي لتمويل الدوله العراقيه، فتخيل الى اي مستوى اوصلوا هذا البلد. رغم تحذيرات المتخصصين تستمر الحكومة في مشروعها الذي أطلقته عن الربط السككي، كيف سيستفيد العراق من هذا المشروع؟ أولا هذا المشروع هو مشروع إيراني صفر، ليس للعراق دخل فيه ولا توجد هناك منفعة، بل هناك ضرر كبير. وهناك مشروعين، المشروع الأول يبدأ من ميناء خرمشهر إلى الفاو بطول 32 كيلومتر، والآخر مقترح أن تنفذه شركة، والآخر يربط العراق مع سوريا. وهذا الأمر فيه جانب حقيقة جزء من المشروع الإيراني للسيطرة على ما يسمى بالهلال الإيراني أو الهلال الشيعي بين قوسين في العراق والشام. والخاسر الأوحد أنه إيقاف ميناء الفاو وميناء وذبح البصرة كميناء العراق، لأنه لماذا أربط ميناء خميني باللاذقية؟ وما هي الفائدة للعراق بشكل عام إذا كان عنده مشروع يمكن أن يمد هو سكة حديد عراقية إلى الشام إذا كان الأمر عراقيا، ولكن لماذا ربط إيران؟ العاملين في الأحزاب الإيرانية التي رفعت السلاح مع إيران وحاربت العراق 8 سنوات مع إيران لا تعمل لمصلحة العراق، تعمل لمصلحة الدولة التي رفعت الأسلحة وقاتلت جنبا إلى جنب مع جيشها. فإذا القائمين الحاليين، وهذا الآن أصبح المواطن العراقي الذي عمره 5 سنوات يعرف هذه الحقيقة. شكرا جزيلا لك دكتور هلال دليمي الكاتب والباحث السياسي، حدثتنا من العاصمة الأردنية عمان.